انا عرفت البدائل لكل خامه بتغلبنا على منجبها، وبتغلى وبتوطى وبتخلينا مش عارفين نربي ومتعرض لخسائر كبيره قوي في تربيه الجاموس او الابقار او انتاج الالبان. اعرف بقى التركيبه المثلى منين؟ انا راجل بربي ما عنديش الخبره، اعرف منين؟ قبل ما اقول التركيبه المثلى، اهم حاجه زي ما قلنا الحيوان لازم يبقى متعود على العلف اللي انت بتاكله له، وبالتالي فالخامات دي متاحه، بس لازم يبقى في بلاننج، لازم يبقى في تخطيط لاستخدام الحاجه. يعني انا بحسب احتياجاتي، سي مثلا انا محتاج الحاجه دي تكفيني على الاقل شهرين، فبطلب من الخامات دي احتياجاتي لمده شهرين عشان على الاقل ابقى ضامن ان العليقه متوفره لمده شهرين. بالنسبه للذره والصا والرده متاحين في اي وقت، الحاجات دي برضو متاحه، بس في بعض الخامات بتبقى موسميه. فبما ان انا عايز احقق ربح كويس، لازم اعمل تخطيط لاستخدام الخامه، اوفرها بشكل كويس. في الطبيعي ان احنا زي ما قلنا الذره بتبقى حوالي 50%، الرده بتبقى نسبتها في حدود ال 30%، والصويا بتبقى نسبتها في حدود ال 20%، يبقى انا عندي كده الاجمالي حوالي 95%. الاضافه ال 5% المتبقيه هي عباره عن الاضافات، بيبقى عندنا حجر جيري، ده مصدر قوي جدا للكالسيوم، لتوفير الكالسيوم للحيوان عشان نمو العظام والحاجات كتير قوي. بيبقى عندنا حاجه اسمها ثنائي فوسفات الكالسيوم، ده مصدر للكالسيوم وللفوسفور، لان لابد ان يبقى في توازن بين الكالسيوم والفوسفور عشان الحيوان يقدر يستفيد. عندنا حجر جيري، عندنا ثنائي فوسفات كالسيوم، عندنا الاملاح المعدنيه والفيتامينز الفيتامينات، كل ده بال5% المتبقيه، كل ده بال5%. ممكن لو تحب حضرتك اقول لك تفصيلا، يعني عندنا حاجه اسمها خدها منك وعلنها على الشاشه للناس طبعا، تحت امرك طبعا. ففي حجر جيري، ملح طعام، املاح معدنيه، فيتامينات، منظم حموضه، وده من الحاجات المهمه جدا، زي ما اتفقنا ان درجه البي اتش بتاعت كرش الحيوان بتبقى في رينج من 6.8 ل 7.2، ده البيئه المناسبه لنشاط الكائنات زي حاجه اسمها سيلوليتك بكتيريا او البكتيريا المسؤوله عن هضم السليلوز، بتنشط في الوسط ده. لو انا ما حطيتش بيكربونات الصوديوم، ده بيبقى في حدود من 8 ل 12 كيلو على الطن، سعرها مش مكلف، ولكن لو ما حطيتهاش ممكن الحيوان يدخل في حموضه، يمتنع عن الاكل، انتاج اللبن يقل، نسبه الدهن في اللبن تقل، تحصل مشاكل كتير جدا للحيوان. زي ما احنا بيجي لنا حموضه ومش قادرين ناكل ونعمل اي حاجه. فاحنا لازم نحط منظم حموضه، لازم نحط حاجه اسمها مضاد سموم، ده ماده بترتبط باي، ممكن اي خامه من دي، ممكن يبقى اي خامه تقليديه او غير تقليديه قد يكون فيها جزء من السموم الفطريه. الحد المسموح به 20 جزء في البليون، 20 بارت بير بليون في اي ماده علف. طب لو انا حاطط مضاد سموم، هو بيرتبط بارتباط معين مع التوكسين او السم اللي موجود في الماده دي، وبيخرجه من خليش الجسم يمتصه، بيخرجه بره الجسم الحيوان. في مضاد سموم بيولوجي ومضاد سموم كيميائي، لابد ان انا استخدم ميكس ما بين مضاد سموم البيولوجي او مضاد سموم الكيميائي عشان اخلص الجسم من اي ماده سامه ممكن تخش الجسم الحيوان.